انسداد الأنف أو ضيق التنفس من خلال الأنف هي أحد المشاكل اللي بيعاني منها أشخاص كثيرين على مدار حياتهم، وكلنا ممكن نكون عرضة لدوت في فترات حتى مبكرة من حياتنا. الحقيقة لو ابتدينا بالأعمار الصغيرة هنلاقي أنه لما طفل صغير بيشتكي أنه مش قادر ياخد نفسه من مناخيره، والأم بتلاحظ دوت أنه الطفل ده بيفتح بقه بالليل وهو نايم، بيعمل صوت شخير أو خنفرة زي ما بتعبير الأم، دايما في أغلب الأحوال بيكون السبب وجود لحمية بالبلعوم الأنفي أو بنقول عليها لحمية خلف الأنف. الحقيقة العلاج سهل جدا في المرضى دول، لما اللحمية دي تكون قافلة المخرج ودخول الهواء من خلال الأنف بنجري عملية اسمها عملية استئصال لحمية خلف الأنف، والطفل ده بيرجع يتنفس بشكل طبيعي ويعيش حياته بشكل طبيعي وبيخرج من المستشفى في نفس يوم إجراء العملية. في سن متأخرة شوية، يعني مثلا فترة البلوغ أو فترة العشرينات والثلاثينات، بنواجه مشكلة بتؤدي إلى انسداد الأنف، مشكلة شائعة نوعا ما أو نسبيا، هي مشكلة اعوجاج الحاجز الأنفي. وده بينتج يا إما نتيجة نمو عظم الأنف والوجه مما يؤدي إلى تقوس أو اعوجاج الحاجز الأنفي، أو ينتج نتيجة ارتطام الحاجز الأنفي أو الأنف نتيجة حادث أو اتنين بيتخانقوا مع بعض أو بيلعبوا مع بعض، حد خبط التاني خبطة جامدة، الحاجز الأنفي بيحصل فيه اعوجاج مما يؤدي إلى ضيق بالتنفس من الأنف أو اعوجاج أو انسداد بالأنف. اعوجاج الحاجز الأنفي حله حل جراحي مباشر، والمريض بيستفيد استفادة واضحة جدا من التدخل الجراحي وبيرجع يتنفس بشكل طبيعي جدا بعد إجراء العملية. أحيانا يصاحب الحاجز الأنفي المعوج تضخم بكرانيات الأنف، ودي عبارة عن أغشية مخاطية مبطنة للتجويف الأنفي على جزء عظمي كده. التضخم دوت بنعمل له استئصال جزئي بمنظار الأنف الجراحي مع عملية استعدال الحاجز الأنفي، والمريض بيستفيد تماما بعد العملية وبيخرج ممكن في نفس يوم إجراء العملية ويجي لنا في المتابعة بعد يومين لإزالة حشو الأنف اللي بنحطه أثناء العملية. أحد أسباب انسداد الأنف أيضا هي وجود بعض أورام الأنف والجيوب الأنفية. الحقيقة أورام الأنف والجيوب الأنفية هي نادرة الحدوث، وده بيطمن أغلب المشاهدين والمستمعين أنه مش كل واحد مناخيره معوجة يتخض، ما يقلقش قوي، ولكن مهم أن هو يزور عيادة الأذن والأنف والحنجرة لمعرفة سبب دي التنفس من الأنف. أورام الأنف الحميدة والجيوب الأنفية الحميدة بيتم استئصالها بجراحة الأنف بالمنظار والجيوب الأنفية، والجيوب الأنفية أيضا باستخدام منظار الأنف والجيوب الأنفية بنقدر أن احنا نستأصل أورام الأنف الحميدة. بعض أورام الأنف الخبيثة وبعض الأورام الأخرى المتضخمة والمتأخرة قد نلجأ لإجراء عملية تقليدية بدون منظار، ولكن لا نريد أن ينزعج المرضى لما نسمع كلمة أورام، لأنها سبب نادر جدا من أسباب انسداد الأنف اللي بيشكو منه بعض المرضى.